مشاهدينا، نظرا لصعوبة الاتصال مع الشمال السوري ولكن لضرورة رصد معاناة النازحين وأوضاعهم، يعود وينضم إلينا الناشط الإغاثي الأستاذ عبيدة دندوش مباشرة من إدلب عبر الهاتف. أستاذ عبيدة، هل تسمعني الآن؟ نعم أنسي نور، أسمعك. نعم، كنت قد سألتك عن أوضاع النازحين كما شاهدنا في تقرير مراسلنا، هل لديك أي معلومات عن أعدادهم، ظروفهم، وإلى أين يتجهون؟ نعم أنسي نور، بصراحة الوضع سيء جدا، هي كارثة حقيقية بكل ما تعنيه الكلمة. الشمال السوري تقريبا منذ الإحصاء الأخير كان الساعة 7 مساء وصل تقريبا العدد ل 40 ألف خلال 24 ساعة، أغلبهم من قرى وبلدات جبل الزاوية، بالإضافة إلى حركة النزوح من سراقب وريفها الشرقي، بالإضافة إلى القرى والبلدات الواقعة على الاستراد الرئيسي بين مدينة معارة النعمان وسراقب. الأهالي بالإضافة إلى الآن بقى حملة النزوح من مدينة أريحة باتجاه شمال سوريا مع قرب قوات النظام من حرش بلدة حنتوتين التي تعتبر أولى البلدات جبل الزاوي القسم الشرقي. أصبح تخوف كبير لدى الأهالي من دخول قوات النظام وإلى هذه البلدات والانتقام من الأهالي المدنيين. نعم، طيب أستاذ عبيدة، ما هي الإجراءات التي تقومون بها لمحاولة إغاثة هؤلاء النازحين، خاصة أن يعني جلهم من العوائل، هناك أطفال بينهم، والآن يعني نعلم ظروف فصل الشتاء الصعبة، هطول الأمطار وانخفاض درجات الحرارة؟ نعم أنسي نور، في استنفار من قبل المنظمات والجمعيات والمجالس المحلية والفرق التطوعية، بالإضافة إلى بعض فرق الشباب بالمناطق الشمالية، لكن بصراحة في عجز بالاستجابة لدى الأخوة المهجرين. كون دفعات التهجير منذ عدة أعوام هي متتالية باتجاه الشمال السوري. نحن خلال هذا الشهر فقط، الشهر الأول من 2020، في عنا 1000 او عنا 107000 من ريف حلب الجنوبي والغربي، بالاضافه الى 40000 اليوم، هذول فقط في العام 2020، بالاضافه الى العام 2019 كان عندنا 1,200,000 تقريبا مهجر من ريف ادلب الجنوبي وريف حماة الشمالي. بصراحه المنطقه الشماليه هي مكتظه بالسكان، المخيمات، مراكز الايواء، يعني كل شيء هو أصبح ممتلئ بشكل كامل نتيجة حملات النزوح المستمرة. في قسم من الأهالي هو عم يتوجه إلى المناطق حاليا التي تعتبر أكثر أمنا كعفرين وجرابلس والباب، لكن حتى هذه المناطق عم بتعاني من اكتظاظ السكان. في محاولات لايواء الاخوه المهجرين، لكن الكارثه هي اكبر من المنظمات والجمعيات والمجالس المحليه. العمل هو يحتاج الى تدخل اممي، الى المنظمات الدوليه والامم المتحده من اجل استيعاب هذه الكارثه وايقاف قوات النظام خوفا من حملات نزوح من مناطق اخرى. شكرا جزيلا لك الاستاذ عبيده دندوش الناشط الاغاثي، كلمتنا مباشره من ادلب.